مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي بموضوعية. في هذه الحلقة نستضيف أحد أعضاء مجلس الشورى، وهو الدكتور سعيد بن عبد الله الشيخ، نائب الرئيس للجنة الاقتصادية وأيضا كبير اقتصاديين في البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية. في البداية أرحب فيك دكتور سعيد. أهلا، مرحبا فيك. أنا حتكلم عن اليوم فقط كعضو شورى، لن أتكلم عن البنوك وشأن البنوك. نعم إن شاء الله. طيب، في البداية دكتور ودي تعطيني دور المجلس، وين يقف في رسم السياسات العامة للدولة؟ المجلس وين دوره هنا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا لك أخ راشد، وشكرا أيضا متوجه لمحطة CNBC العربية على استضافتها لي لهذا اللقاء. أسأل الله أن يوفقني أن أوضح بعض الجوانب عن دور المجلس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. نبدأ من سؤالك، أين يقف دور المجلس في رسم السياسات العامة للدولة؟ طبعا السياسات العامة يرسمها مجلس الوزراء، سواء فيما يتعلق بالسياسات المالية، السياسات التعليمية، السياسة الصحية، الدفاعية، الأمنية. ويأتي دور المجلس في إبداء الرأي والمشورة حول هذه السياسات العامة، إذ يقوم المجلس بإعطاء رأيه وأيضا توصياته حول هذه السياسات التي تضعها الدولة. فهو يعني حق أصيل لمجلس الشورى تنظمه مواد العمل في مجلس الشورى. المادة 15 في مجلس الشورى تشير إلى هذا الجانب. طيب دكتور، السياسات هذه العامة للدولة هل هي تعتبر يعني نابع من أفكار المجلس نفسها، ولا هي تعتمد فقط على ما يأتي لها من مجلس الوزراء؟ هي بالأساس على ما يحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، ويقوم مجلس الشورى بإبداء رأيه حول هذه السياسات العامة. وقد يختلف المجلس الشورى ومجلس الوزراء في بعض الجوانب، ويحدث أن يكون هناك أخذ وعطاء في هذا الموضوع. فإذن يستأنس ويستفاد من رأي المجلس، وتوضع قرارات من قبل المجلس حول ما يراه المجلس ترفع للملك. يعني هي تبدأ من مجلس الوزراء، تحال إلى مجلس الشورى، ثم ترجع مرة ثانية مجلس الوزراء. نعم، بهذه الطريقة. نعم. طيب، إذا كانت مثل السياسات نقول التعليمية أو نعم. الاقتصادية أو غيرها، نعم، كيف يتم تداولها داخل المجلس؟ يعني أحيلت يعني آلية التداولها في المجلس كيف تتم؟ طبعا مثل ما ذكرتك، بمثل ما يحال إلى مجلس الشورى يحال على سبيل المثال ما يمثل ترجمة للسياسات العامة، وهي خطة التنمية. فيحال إلى المجلس خطة التنمية، الخطة الخمسية يعني. الخطة الخمسية خطة التنمية الخمسية للبلاد. ما يحال هو مثلا أهداف الخطة. تقوم اللجنة المختصة وهي أو المتخصصة، اللجنة الاقتصادية، بدراسة هذه الأهداف، استضافة مسؤولين تنفيذيين في الوزارة لمعرفة مسببات هذه الأهداف، السياق العام الذي وضعت من خلال هذه الأهداف. وبعد دراستها من قبل اللجنة المتخصصة، اللجنة الاقتصادية، يؤتى بها إلى المجلس بحضور أعضائه، ويتم طرحها من قبل اللجنة المتخصصة، ويتم التداول ويتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس، مداخلات أعضاء المجلس. ومن ثم يقوم المجلس بوضع بإقرارها ووضع توصيات عليها، تصبح قرارات للمجلس ترفع إلى الملك. قد يؤخذ ببعض هذه الأهداف، قد تكون هناك أهداف إضافية، وسبق أن تم وضع أهداف إضافية. هذا فيما يتعلق بأهداف الخطة الخمسية. من ثم تأتي الخطة الخمسية نفسها إلى المجلس. هل تقيمون نفس الخطة الخمسية؟ نعم، تقيمونها نفسها يعني. نعم، تأتي الخطة قبل صدورها يعني. قبل صدور الخطة الخمسية تأتي للمناقشة. ويتم مناقشتها أولا مثل ما ذكرت، يعني مثل ما تناقش الأهداف تدرس الخطة من قبل اللجنة المتخصصة، ويعد فيها تقرير
يلقى هذا التقرير أمام أعضاء المجلس في مداولات المجلس، تؤخذ مداخلات الأعضاء بالتفصيل الكامل. أحيانا يمتد مناقشات الخطة الخمسية لعدة جلسات، ليس فقط خلال جلسة واحدة. ومن ثم توضع قرارات، سواء توصيات اللجنة لتصبح في النهاية قرارات للمجلس، أو حتى توصيات إضافية من قبل الأعضاء في المجلس، وإذا ما وافق المجلس على تبنيها تصبح أيضا قرارات وترفع إلى الملك. هنا يعني يأتي بالنسبة لي، عندما ترفع المقام السامي يقرر الأخذ بهذه التوصيات الإضافية أو القرارات التي أقرها المجلس أو لا. وسبق نعم طبعا، وتتم يعني أيضا هناك جزئية أخرى عند مناقشة الخطة ضمن اللجنة المتخصصة، يتم استضافة مثل ما ذكرت المسؤولين التنفيذيين أيضا في الخطة، ويتم أيضا إذا استدعت الحاجة لحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، يعني يحضر الوزير، وسبق في أن حضر الوزير عدة مرات إلى المجلس، ليس فقط في هذه الدورة وإنما في دورات سابقة، لإلقاء الضوء على خطة التنمية الخامسة ومناقشة الأعضاء في وجهها فيما يرونه. طيب دكتور اسمح لي، يعني الآن مثل الخطط الخمسية مثلا أو أي كانت، الآن تدرسوها تفصلوها وجدواها طيب تطبيق والتنفيذ والمراقبة يقف على من هنا؟ لأنه أوكي ممكن أضعنا خطة وهذه تفضل الخطط ممتازة كل شيء كويس، نعم. وحضرب لك مثال دكتور، خطط الخمسية من 40 سنة وهي تقول من أول بنودها تنويع مصادر الدخل للدولة، نعم. بحكم أن دخلنا بالاقتصاد من ذاك اليوم إلى اليوم 40 سنة لم يتغير هذا البند بوجود يعني مصادر دخل أخرى غير النفط. 86% 87% هذا هو مصدر الدخل اللي هو من النفط، لم يتغير إلى مثلا 80-75 على مدى 40 سنة كمثال يعني دكتور. نعم، لا شك أنه يعني المملكة العربية السعودية تواجه على المستوى الاقتصادي تحديات، وهذا التحدي هو تنويع القاعدة الاقتصادية. صح. وأيضا تنويع مصادر الدخل بالنسبة للدولة. لا شك أن النفط لا يزال هو المصدر الرئيسي والكبير للدولة بالنسبة للدخل، بحكم الإنتاج الكبير للنفط. وأيضا في السنوات الأخيرة الحقيقة يجب أن ننظر إلى عوامل السوق، يعني ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية ضخم الإيرادات النفطية بشكل كبير، مما قلل نسبة مساهمة الإيرادات الأخرى بالنسبة للدولة. لكن إذا نظرنا للإيرادات الأخرى للدولة كحجم بالمقارنة إلى إيرادات الدولة قبل 40 سنة، إيرادات الدولة الأخرى الغير نفطية لا شك أنها أكبر بكثير مما كانت عليه. صحيح. قبل 40 سنة، والاحتياج كبر معها. نعم، والاحتياجات والتنمية احتاجت إنفاق أكثر، وبالتالي زاد المبيعات من النفط وبنفس الوقت زاد عملية الدخل. نعم نعم، طبعا يعني لا شك أنه يعني من المطلوب الحقيقة الاستفادة من هذه الإيرادات النفطية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وهو أحد أهداف خطط التنمية الخمسية من أول خطة إلى الخطة خطة التنمية التاسعة. بتركيز أكثر، ليش هالهدف ما تغير ما تحقق مثلا؟ اوكي ما راح ندخل في تفاصيل وعميق اقتصاديه، لكن احنا نقول دور المجلس وين يقف اذا ما تحقق هدف؟ نعم، دور المجلس يرى انه ايضا مقارنه ان مناقشه الخطه الخمسيه، لنفرض الخطه الخمسيه التاسعه، يتم ايضا مقارنه اداء الخطه الخمسيه السابقه ومعرفه الاهداف الجديده في الخطه الخمسيه التاسعه. ومن ثم يناقش أيضا الوزارة والمسؤولين التنفيذيين والوزير عند حضوره في الأسباب التي أدت، إذا كانت هناك أسباب، إلى انحراف التنفيذ عن المخطط. ليس بالضرورة ما كل ما خطط له أن يتم تنفيذه، قد يكون هناك انحراف في الخطة أثناء تنفيذ الخطة. أيضا هناك جانب آخر، بشكل سنوي تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد تقرير سنوي عن ما يسمى بمتابعة أداء الخطة الخمسية.
بالتنسيق مع الوزارات المختلفة بمعرفة ما تم تنفيذه من قبل تلك الوزارات، سواء التعليم أو الصحة وغيره من الوزارات، وإرسال هذا التقرير إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يحال هذا التقرير أيضا إلى مجلس الشورى، وتقوم اللجنة الاقتصادية بدراسة هذا التقرير السنوي ومناقشته في المجلس لمعرفة إذا كان هناك أي تباين ما بين الخطة الخمسية من ناحية الخطة ومن ناحية التنفيذ. وفي بعض الأحيان نرى أن هناك تباين، قد يأتي التباين مثل ما حدث في الخطة الخمسية السابقة، أن الإيرادات النفطية للدولة ارتفعت بشكل كبير، فأرادت الدولة أن تستفيد من هذه الإيرادات الكبيرة في التسريع بعجلة التنمية في بعض القطاعات التي لم تكن موجودة في الخطة، وبالتالي ارتفع الإنفاق أعلى مما كان مخطط له في الخطة، في خطة التنمية الثامنة على سبيل المثال. فهناك تباين أحيانا، ويكون هذا التباين ليس بالضرورة سلبي، أحيانا يأتي التباين إيجابي، بمعرفة أن التعجيل بموضوع معين أو في قطاع معين نتيجة لتوفر الموارد المالية التي يمكن الاستفادة منها، وحدث كثير خلال خطة التنمية الثامنة. طيب دكتور، هل دوركم فيه رقابة، نوع من الرقابة، ولا عملية سن تشريعات وأنظمة وقوانين ومراجعتها؟ هل دوركم مراقبة ومحاسبة في قضية عدم تحقق الهدف؟ أنتم هي تشريعية، طبعا مجلس تشريعي كما نعرف في البرلمانات كلها، أو كل مجالس الشعب أو مجالس الشورى، أي مهما تعدت المسميات، لكن هل دوركم نوع من الرقابة، نوع من المحاسبة إلى حد ما نقول في قضية تحقق الأهداف والاستراتيجيات والخطط للجهات الحكومية، الوزارات أو غيرها؟ نعم، هناك دور رقابي للمجلس، يعني ما ذكرته هو المتعلق بالسياسات العامة وخطة التنمية، وأيضا مثل ما ذكرنا مراقبة أداء الخطة، ولكن أيضا هناك مثل ما يسمى المراقبة أو التحقق من تنفيذ الخطة إلى جانب المراقبة، يأتي من تقارير الأداء. تقارير الأداء طبعا لكل وزارة خلال 90 يوم بموجب المادة 29 من نظام مجلس الوزراء أن يرسل تقريرا عن أداء الوزارة المعنية، ما تم إنجازه، التحديات، المصاعب التي واجهتها الوزارة في تنفيذ مشاريعها، ومن ثم يحال أيضا هذا التقرير، تقرير الأداء، إلى مجلس الشورى. ما يقوم به مجلس الشورى هو مراقبة التنفيذ أو التحقق أن التنفيذ يأتي مقاربا أو متوافقا مع ما وضع في الخطة، وأيضا مراقبة أو مراقبة أداء هذه الوزارة، وهل فعلا حققت ما تتطلع له الوزارة وما يتطلع له ولي الأمر. وبعدما يناقش من قبل اللجان المتخصصة على سواء كان الأمر ما يتعلق بوزارة النقل والمواصلات، سواء يتعلق بالاتصالات، أو سواء يتعلق بوزارة التعليم وغيره، كل هناك لجان متخصصة، يأتي تقوم هذه اللجان المتخصصة بدراستها، بدراسة تقارير الأداء، ومن ثم تأتي إلى المجلس في مداولات المجلس العامة وتعرض هذا التقرير وتوصياتها، ومن ثم تقر من المجلس كقرارات وترفع إلى الملك، ومن ثم تحال إلى الجهات إلى الوزارة المعنية لعمل ما أو لتنفيذ ما أوصى به المجلس. ونقوم أيضا في المجلس عند وصول التقارير اللاحقة بالتحقق من تنفيذ ما أوصى به المجلس في تقرير سابق على أداء الوزارة. وبهذه الطريقة هناك تفاعل كبير ما بين مجلس الشورى والوزارات المعنية الأخرى والجهات الحكومية الأخرى. طيب.